تصوير مسلسل وتنفيذ ألبوم جديد وتصوير فيديو كليب وإحياء حفلات كثيرة خلال الصيف، خصت موزايك بلقاء حصري تحدثت فيه عن أعمالها ومشاريعها المقبلة. كل سنة أنتم بخير إن شاء الله يا رب، دايما بشوف الابتسامة على وجوهكم وكل شيء بتحلموا وبتتمنوه يتحقق. الناس بتشوف حفلاتك بتعملي جو دائما اكيد، بس كثير قلال الفنانين اللي بينزلوا بين الناس وبيدوروا عليهم، ليش بتعملي؟ انا بحب لانه بعتبر انه الناس اللي جايه تحضرني او حب تشوفني او قاعده كرمالها تشوفني اكيد يعني بتحبني، واقل شيء اني احس انا وياهم انه نفس يعني نحن انا يعني كثير قريبه من الناس، ولما بشوف الناس متفاعله وحب تتصور معي وحب تقرب منا فما عندي مشكله اكيد ضمن المعقول يعني. قبل ما افوت بموضوع صايعين ضايعين، اكيد كل الفنانين عندهم تجارب تمثيليه بالكليبات تبعونهم، بس قديش بتختلف تجربه تمثيليه بالكليب عن الدرام؟ اي اكيد هلا الكليب بالنهايه قد ما فيك تعطي بتعطي، يعني مش رح تقدر يعني مثلا مخرج مش رح اذا شافك مش عم تقدر تاخذ هيدا الدور ممكن يحوله لغير دور، ممكن يغير اشياء، ممكن يتركك عفويتك ياخذ منك اشياء عفويه، هون بيختلف، اما الدراما لا بدك تمثل وتعطي تعطي اداء معين وتعطي كاركتر معين، فاكيد دراما اصعب بكثير. بعد ما شفتي كيف شفتي حالك؟ صراحه بدي اقول لك شغله، انا ما حضرته كامل، حضرت كم حلقه، اللي شفتهم كانوا مهضومين وحلوين وحبيت الفكره كيف حبكين القصه وحبيت موضوع لانه موضوع جديد انه بيعالج البطاله بطريقه كوميك بطريقه عن جد بتضحك، لانه للاسف الشديد في كثير مثلا من ناس من شبابنا متعلمين متسقفين عندهم مستقبل مفروض يكون كثير منيح وبعدهم عم يشتغلوا يمكن بسكلين او عم بيكونوا على محطات البنزين او، فهذا اكيد شيء بوجع، بس هذا هيدي الحقيقه. طيب كتجربه اولى بتشجعك لتجارب ثانيه؟ بتحسي حالك انه عن جد بتقدري تعطي للادوار اللي رح تاخذيها؟ شوف انا اللي يعني الدور اللي ما بحس حالي فيه اكيد ما بقدر اخذه، مثل ما قلت لك دور الشحروره دغري، اي نعم انه شركه الانتاج ما رشحت لي هذا الشيء، لكن اول ما تم ترشيحي من الصبوحه قلت لها بليز بعديني عن هذا الموضوع لاني انا مش قده، فانا من الناس اللي كثير صريحه مع نفسي وكثير بعرف حالي شو ممكن اعطي او شو ما ممكن اعطي، اكيد يمكن في كثير من الفنانين ما بيتجرؤوا بهذا الشيء وبيعتبروا حالهم قادرين يعملوا كل شيء، انا لا، يا بحب اعمل عمل وحس عن جد عم بعطيه من كل قلبي يا ما بحس حالي انه لا ممكن غيري يعطيه، وخاصه شيء ما يخص الصبوح. كيف شفتي المسلسل وكيف شفتي كارول؟ سبق وصرحت وقلت انه كارول ممثله رائعه ومغنيه كمان مبدعه، بس بدور الشحروره ابدا، لا كاركتر ولا شكل ولا اداء ولا شيء، أدت حلو كارول بس ما أدت حلو كصبوحة. نسيناكم إذا رضينا نسيناكم وحياة الله أكيد ما برضى أبدا، نسيناكم هيدا حديث نسيناكم مسؤولة نعرف اخبارك، وين حفلاتك جايه، شو عم تعملي هلا هالايام؟ وان شاء الله قريبا رح ينزل اللي هو اهم شيء بالنسبه لي عمل رولا تغني صباح، واخيرا رح يشوف النور، بدي اقول ثانكس لشركه لايف ستايل لانه هي الانتاج لهذا المشروع الحلو المميز اللي هو بالفعل تكريم لصباح، اي نعم بلشنا فيه من 3 سنين لكن للاسف الشديد مرقت ظروف كثير صعبه ما قدرنا ان اشياء عائليه واشياء سياسيه واشياء الاجواء العربيه، اكيد هذا السيدي رح يكون مهدى من صباح لكل محبينا ومهدي مني لكل محبين صبوح ومحبين لالي، بدي اقول ثانكس لكل اللي اشتغلوا فيه، اكيد من الموزعين جماري رياشي توني سابا يلي عطى من قلبه، سعيد مراد، احمد عادل، فكل واحد عطي دور مميز وحلو يعني تاتش معين وحلو، فان شاء الله يا رب اكون عملت اللازم، انا عملت اللازم اعمله، وان شاء الله يا رب الله يوفقني فيه.
تتابعونا